يا محمد قد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك وبما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فعل اشتدت الأزمات والمصاعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ما يلاقيه هو وأصحابه من محاربة نفسية وجسدية وتشويه للإسلام منذ بعثته صلى الله عليه وسلم، ظلمات بعضها فوق بعض. ألا تريد أن تذكر آلهة الحقيقة؟ أذكر لا إله إلا الله وأشهد أن ولكن في العام العاشر من البعثة كان عاما أصعب من كل عام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب كفله وناصره وحاميه، وفيه أيضا توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها ملجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تخفف عنه من شدة ما كان يلاقي من أعباء الدعوة. فتكالبت الهموم والأحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة زوجته وعمه أبي طالب الحامي له من تدخلات قريش واعتداءاتها، استغلت قريش ذلك وبدأت تضيق الخناق على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى الطائف، وخرج إليها راجيا ومؤملا أن تكون أحسن حالا من مكة وأن يجد من أهلها نصرة. فخرج على أقدامه حتى لا تظن قريش أنه ينوي الخروج من مكة. وبعد أن أمن النبي صلى الله عليه وسلم جميع السبل وأخذ الحيطة والحذر أقبل على الطائف، وكله أمل أن تكون أرض خير وإسلام. فبدأ صلى الله عليه وسلم بسادات القوم الذين ينتهي إليهم الأمر، فكلمهم عن الإسلام ودعاهم إلى الإسلام، فردوا عليه ردا قاسيا وقالوا اخرج من بلادنا. ولم يكتفوا بهذا الأمر، وأمروا به سفهاءهم وعبيدهم فتبعوه يسبونه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة. فأصيب عليه الصلاة والسلام في قدميه حتى سالت منها الدماء، وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والتعب ما جعله يسقط على وجهه الشريف، ولم يفق إلا وجبريل قائم عنده. قال يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له يا محمد قد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك وبما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وبعد أن علمت قريش بما حل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالطائف ازدادت حقدا وجرأة عليه صلى الله عليه وسلم. وبهذه اللحظات العصيبة التي لا يحتملها بشر من أذى وتعذيب ومحاربة من القريب والبعيد، حتى السفهاء تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وسط هذه الآلام والضيق والهم كانت رحلة الإسراء والمعراج. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ملكوت الله وعظمته، والتقى بإخوانه من حملة دعوة التوحيد الذين لاقوا ما يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات من الأنبياء والرسل الذين سبقوه بالرسالة. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول له يا محمد إن ضاقت بك الأرض فقد اتسعت لك السماء، يا محمد إن عاداك أهل الأرض فإن أهل السماء يرحبون بك، يا محمد إن أهانك أهل الأرض فمكانك بجوار رب العزة والجبروت. جاءت رحلة الإسراء في وسط الهم والحزن الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، لنعلم بأن نصر الله سبحانه وتعالى قريب، وأن النصر يأتي من وسط الركام، من وسط الآلام والأحزان والضيق. ولكن الله سبحانه وتعالى قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.